بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيد الخلق أجمعين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في برنامجكم منازل السائرين. مرحبا بكم، واسمحوا لي معا أن أرحب بفضيلة شيخنا الشيخ الداعية عمر سلطان العياصرة. مرحبا ومربحا بك شيخنا. حياك وبياك وبارك الله فيك وبالأحب المشاهدين، أكرمك حياكم الله شيخنا، حياكم الله وبارك فيك. مشاهدينا الكرام، هم الرزق هو أكبر هم يلازم البشرية منذ خلق الله الخلق، هم عظيم ينشأ عليه الصغير ويهرم عليه الكبير، تغص فيه المجالس والمدارس ومواقع التواصل، حتى إن أحدنا إذا وصلته رسالة على الواتساب أو على الفيسبوك أو على مواقع التواصل تتحدث عن الرزق وجلبه واستجلابه، تجدها تجذب سمعه وتسلب قلبه فيرددها ويرسلها بكل شغف وشوق. هم الرزق، لعلك تسأل سؤالا وهو الذي تدور عليه حلقاتنا القادمة، لماذا أمره خطير؟ أمره خطير لأنه قد يقودك لسوء الظن بالله، قد يقودك للتعدي على الخلق، لرفض الحق البين. من هنا جاءت انطلاقتنا في هذه السلسلة المباركة في 3 أو 4 حلقات إن شاء الله نتكلم فيها ونخوض فيها في كل ما يتعلق بالرزق وأسبابه ومفاتيحه والبركة التي تكون في الرزق بإذن الله. ننطلق معكم اليوم في منزلة التوكل في جزئية معينة، وهي التوكل على الله في طلب الرزق. الأرزاق شيخ، نعم، الأمر الخطير الذي يشغل النفوس والناس والدول، بل وعليه القتال والمعارك والمعامع كما تقول. نعم. الرزق، التوكل على الله في طلب الرزق، نبدأ معك فتفضل مشكورا مأجورا شيخنا. أحمد الله على جلائل نعمائه ودقائق آلائه، أحمده على نعمه الغزار وآلائه الكثار آناء الليل وأطراف النهار، نحن نتقلب في غيث بره وعطائه الغيداق ونعمائه جل في عليائه، له الجلال والجمال والكمال والجبروت والعظمة، فاسأله مغفرة وفضلا، إنه مبسوطتان لسائله يداه، شملت لطائفه الخلائق كلها، ما للخلائق كافل إلا هو، فعزيزها وذليلها وغنيها وفقيرها لا يرتجون سواه، رب رحيم مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطاه. أصلي وأسلم على نبيه المصطفى وخليله المجتبى صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم، أقام الله به الملة العوجاء وأوضح الله به الطريقة البلجاء، فدلنا على كل خير ونهانا عن كل شر وضير، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار، ما اختلف الليل مع النهار، تبرأت من حولي وقوتي ولذت بحول الله وقوته، فلا حول ولا قوة إلا بالله. كما قدمت آنفا بارك الله فيك أنه أمر عظيم، نعم، يصنع من الهواجس والوساوس ومن سوء الظن بالله الخالق جل في عليائه، بل من التعدي على الحرام، من أخذ الأرزاق من غير أبوابها ومن غير أسبابها. كم من إنسان هلك، وكم من إنسان حاد عن الطريق وحاد منهج الله، وفتك وهتك وسرق وتعدى على رزق غيره بسبب هذا الموضوع الخطير. صحيح، وتكلم عنه طبعا بإسهاب وتطويل. صحيح. ما معنى كلمة الرزق؟ نعم، نسمع الرزق والرزق بكسر الراء وفتحها، ولا بد هذا كما قال مدخل وباب يوصلنا إلى المقصود المراد. نعم. الرزق بكسر الراء كل ما ينتفع به. وأتكلم في حلقات قادمة، هل الحرام هو رزق من الله؟ نعم، جميل، هذه مسألة دقيقة جدا، تكلم عنها في قادم الحلقات بإذن الله. الرزق كل ما ينتفع به من مال وجاه وسلطان وصحة وعافية، ملبوس، زوجة، من مركوب، من صحة، من عافية، من نظر، نعم ظاهرة، نعم باطنة، من الهدى، الرشاد، يا سلام، هذا رزق عام يشمل العطاء الدنيوي والعطاء الأخروي. يا سلام، هذا مفهوم شامل للرزق. لذلك الرزق على نوعين، رزق الأشباح ورزق الأرواح. سلام. المقصود دائما كلمة الأشباح هي الأجساد التي ترى. أها. الأشباح، الأجساد التي ترى لها ظل. نعم. هذا المعنى، لماذا سميت أشباح؟ لأنها لها ظل، أجساد لها ظل، فيسمى دائما الأشباح. هذا رزق الأشباح يكون بالأقوات والطعام، والطعام والشراب، هذا يسمى برزق الأشباح الأبدان، والأبدان، رزق الأقوات،
رزق الأشباح. والرزق الثاني وهو رزق باطن، الأول ظاهر وهذا رزق باطن يكون في النفس والقلب، يكون بالمعارف وبالعلوم وبالهدى والرشاد وانفتاح البصيرة. يا سلام. وأغلب الناس يذهب ذهنه بالأرزاق المال إلى الطعام والمال والعيال. صحيح. لا، هناك رزق، هناك رزق من نوع آخر، هو رزق باطني. لذلك ماذا قال الألبيري في وصيته لولده؟ قال: فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت ولا شربت. يا سلام يا سلام. يعني روحك قوتها على أرواح المعاني، على العلم والفهوم، لا على الطعوم. فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت ولا شربت. إذن الرزق نوعان. نعم، أشباح وأرواح. أشباح وأرواح. يا سلام. لذلك أقول دائما، وهذه كلمة من العلم بمكان، من أجل مجالي قهرية الربوبية، وهي قهرية الرب لخلقه وعباده، أربعة أشياء. ولذلك تجد أن الله عز وجل أكثر ونوع وصرف فيها في كتاب الله. نعم. الخلق، كم تأتي، كم تسمع عن آيات الخلق، خلق القرآن. الخلق. نعم. والرزق، صحيح، كثيرة. والإحياء والإماتة. الله. ولذلك قالوا هذه الخالقية والرازقية والإحياء والإماتة من أجل وأعظم مجالي قهرية الربوبية لخلقه وعلى عباده. الخلق والرزق. نعم. والإحياء والإماتة. والإماتة. ولذلك الله عز وجل عرف عن ذاته العلية السنية، قال: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. الله. ثم يحييكم ثم يميتكم ثم يميتكم ثم يحييكم. الله. لذلك بدأ بالخلق، ثم الرزق، ثم الرزق، ثم الإحياء، ثم الإماتة. ثم الإماتة. الله. وهذا يدل على قهرية الربوبية. سلام. وكأنه يقول: كما كنت منفردا متفردا بالخلق والرزق والإحياء والإماتة، فأنا على كل شيء قدير. الله. المتكفل بالحساب ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. وهذه معاني دقيقة يغفل عنها كثير من الناس. لذلك من أسماء الله البارزة الظاهرة الرازق والرزاق. صحيح. من أسماء الله الرازق التي لا تخفى على أحد، والرزاق. صحيح. لماذا التنويع بين الاسمين؟ يعني العلماء قالوا أن الرازق هو اسم من أسماء الله ورد 5 مرات في كتابه بصيغة التفضيل، مثل: وارزقنا وأنت خير الرازقين. طيب، هنا أدخل الخلق في الرزق. تذكر لما تكلمنا عن مسألة أحسن الخالقين، أحسن الخالقين. نعم. وهناك من البشر من يخلق خلقا مجازيا. نعم. طيب، هناك من يرزق رزقا مجازيا. يا سلام يا سلام. إذن الرازق ورد بصيغة التفضيل خير الرازقين. إذن هناك من غيره يرزق. غيره يرزق، يرزق، لكن الله خير الرازقين. نعم. أتكلم عنه. هذا كم مرة ورد؟ 5 مرات. وورد مرة واحدة اسم الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. طيب، ما الفرق بينهما؟ قال العلماء: الرازق أي المسبب للأرزاق، وخالق الأقوات والطعام وما يحتاجه الخلق، ولكن يصير غيره من البشر رازقا إذا كان سببا لإيصال الرزق. جميل. يعني البشر يشتركون في مسألة الرازق، ويخرج على آية خير الرازقين، وأنت خير الرازقين، أنه يشترك في إيصال الرزق. البشر هم أسباب، ولكن الله يخلق الرزق. إذا كان البشر يوصلون الأرزاق إلى بعضهم، فالإنسان رازق بهذا المعنى، أي أنه سبب للأرزاق، هو الأداة التي توصل الأرزاق والرزق. نعم. والله خالق الرزق والمسبب للأرزاق. الله. ولكن الرزاق لا يصرف إلا لله وحده. إذن ما الفرق بينهما؟ أن هذه قد يشترك فيها. نعم. بأسبابها. أن المخلوق يشترك في مسألة الرازق. نعم. ويجوز أن تقول: رزقي من عند فلان بهذا المعنى. صحيح. أي أنه سبب، لكن على معنى الرازق. ولكن الرزاق صيغة الفعال، فقط لله، لا تصرف إلا لله. هذا معنى داخل. نعم. ما معنى الرازق والرزاق؟ أي المتكفل بأرزاق مخلوقاته، صغيرها وكبيرها، إنسها وجنها، دوابها، حيواناتها، الوحوش في قفارها، الطير في أوكارها، الحيتان في بحارها، الديدان في ترابها. الله أكبر. متكفل بأرزاق مخلوقاته،
القائم، اشتركنا في مسألة حي القيوم. لذلك أنا تتبعت هذا الاسم وجدت أن اسم الرازق يدخل في جميع الأسماء الحسنى في الكتاب الله. نعم، الله أكبر، يدخل في جميع الأسماء الحسنى. لاحظوا، أتكلم عنه في قادم الحلقات، مسألة الترابط بين اسم الرزاق وأسماء الله الحسنى. لاحظ، الكريم، الوهاب، المعطي، المانع، تجد الله يدخل صحيح في اللطيف، صحيح الحكيم، حتى المحيي والمميت يا رزق، العليم، المحيي، المميت، وتكلم عنه في حين. إذن تجد أنها تترابط ماذا؟ الأسماء مع اسم الرزاق، تترابط مع اسم الله الرزاق. قال وهو الحي والقيوم. قال هو القائم، حي القيوم. قال هو القائم على كل نفس بما يقوتها من الأقوات والطعام. الله، يقوم بمصالحها، القائم بمصالحها. يقول بعض العلماء وهو معنى دقيق، قال وهذا لا يختص به مؤمن دون كافر ولا ولي دون عدو. الكل، الكل. آه. تجد أرزاق الله للمؤمنين والكافرين، للبارين والجائرين، للطائعين، للصغار، للكبار، للمخلوقات، الدواب، الطيور، كل شيء. حتى نرجع إلى الموضوع الأول الذي قلته، مهرية الربوبية على الكل، خلق، رزق، حياء، إماتة على الكل، هذا على الجميع. صحيح. ولذلك قال بعض العلماء، قال فلا يستطيع صاحب، قال فقال، قال رزقه، كلمة جميلة، قال رزقه يسوقه للضعيف الذي لا حيلة له، ويسوقه للجلد القوي ذي المرة السوي. الله، كله يأتيه رزقه، رزقه ضعيف لا حيلة له يأتيه الأرزاق، بل قد يحرم الثاني وتكلم عنه في حين، ويعطى الأول وهو الضعيف. صحيح، يعطى الأول وهو الضعيف ويحرم الثاني، وهذا معنى دقيق قال الله عز وجل، أوضحه في كتابه، حتى تكون حقيقة راسخة في نفوسنا. ماذا قال؟ قال وكأي من دابة لا تحمل رزقها. أي دابة؟ الإنسان يدخل في هذا المعنى، كل من دب على الأرض فهو دابة، فهو دابة، المعنى اللغوي يدخل فيها الإنسان. لذلك قالت الشاعر إنما الشيخ من يدب دبيبة، كل من دب على الأرض ومشى على الأرض فهو دابة. دابة. قال وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. الله أكبر، وهو السميع العليم، وهو السميع العليم. ماذا قال؟ قال وما من دابة، وهذا تجد فيه استغراق، انتهى، استغراق للمخلوقات. نعم. وما من دابة إلا على الله في الأرض إلا رزقها. الله. إما رزق النفع أو رزق الدفع. لعلك تسأل الآن، تقول ما الفرق بين رزق النفع والدفع؟ رزق الدفع. نعم، الناس دائما يتصورون الرزق أنه فقط يعطى بالنفع، وهناك رزق هو رزق الدفع، رزق النفع. مثلا أعطي له مثال في القرآن الكريم، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. اللسان والشفتين والعينين هي رزق من أرزاق الله. هدوء البال وصلاح الحال هي رزق من الله. صحيح. الرشاد والهدى والبصيرة، السماع، رزق، الإحساس، الذوق، الشم، كل شيء ينتفع به الإنسان هو رزق من الله. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، وكأنه جمع بين نفعين، نفعين، طريق الخير، بين النفع الحسي والنفع المعنوي، المعنوي. الله. فقال وهديناه النجدين، أي طريق الخير والشر، الشر، فهو رزق من الله. والثاني الدفع، هذا معنى دقيق. ما معنى رزق الدفع؟ رزق الدفع. الآن كم يوجد من أمراض مسجلة في الموسوعات الطبية؟ أوه، كم كثير. تدرس أسماء الأمراض في كليات الطب؟ كثير جدا. هل بالإمكان أن تصيبك أيها الإنسان؟ أكيد. نعم، أنت ممكن، الإنسان يصنف ضمن الممكنات، والممكن كل شيء عليه ممكن، والممكن كل شيء عليه ممكن. الله أكبر. أنت ممكن أن تأتيك كل الأمراض، من الذي دفعها عنك؟ الرزاق دفعها عنك، الرزاق. إذن هناك نعم النفع ونعم الدفع، وجدت له شاهد في كتاب الله، قال الله عز وجل فانقلبوا بنعمة لم يمسسهم سوء وفضل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. سمى عدم مساس السوء وهي نعم الدفع، سمه بنعمة. الله، الله، صحيح، وهي رزق. فانقلبوا بنعمة، الله، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، فسمى عدم مساس السوء هو نعمة، إذن هي نعمة الدفع. الله. ولهذا قال ابن قيم الجوزية في نونيته الكافية الشافية، الكافية للمعاني الشافية للنفوس، قال وكذلك الرزاق من أسمائه. وما أجمل هذه الأبيات،
وكذلك الرزاق من أسمائه والرزق من أفعاله نوعان، رزق على يد عبده ورسوله، نوعان أيضا ذان معروفان، والثاني رزق، والثاني سوق القوت للأعضاء في تلك المجاري يسوقه بوزان. الله، يعني ماذا يقصد ابن القيم؟ يقول رزق على يد عبده ورسوله، أي رزق العلم، العلم والإيمان، نعم، وانفتاح البصائر والبصيرة، نعم، والعلم والأرواح، وهو نعم على يد النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى. الرزق الثاني سوق للأقوال والأرزاق يسوقها في تلك المجاري والعروق بوزان، بميزان موزون وبقدر معلوم. يا سلام، لاحظ الآن كم تتحرك بك من حركات، لاحظ جري الدم في العروق، جري الدم داخل الإنسان، وهي كما قال بعضهم يا ابن آدم نظرة فيك تكفيك. هذا رزق يسوقه في تلك المجاري يسوقه بوزان، هذا هو رزق الله. لذلك قال بعض أهل العلم، وهي كلمة دقيقة، قال إنه لما تكلم عن اسم الرازق والرزاق ماذا قال؟ قال أن هذا يقود إلى محبة الله، أن الإنسان إذا استشعر اسم الرازق والرزاق أن هذا يقوده إلى محبة الله. الله أكبر، جميل، ويؤدي إلى استحقاق العبودية لله، وينخلع يستشعر هذا، نعم، ينخلع من كل ألوان الشرك وأشكال الشرك، ينخلع من ذلك. لماذا؟ إذا علم أن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق وحده، فيتولد عنده المحبة. صحيح، لأن العطاء يولد الحياء. الله، والعطاء يولد المحبة. الله، أنت إذا أعطاك واحد من الناس وأغدى عليك من النعم فإنك تحبه، والله إله علينا يد يد، فما بالك بالله الذي خلقك من عدم ورباك على موائد الجود والكرم وغذاك بالقيم وقواك بالنعم، فتجد أن الإنسان يقود هذا إلى المحبة، يستشعر الحياة من الله عز وجل. ولهذا جعل مسألة الرزق، مسألة الرزق والتدبير، جعلها دالة على 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 الإقرار بالتوحيد. يا سلام، تدبر معي هذه الآية مرة ثانية. جعل، جعل مسألة الرزق والخلق والتدبير، جعلها من دلائله على التوحيد. أها، تدبر معي في هذه الآية. نعم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. الله. قال فنبه بالاستدلال على إفراده بالتوحيد والعبادة أنه المنفرد بالرزق والخلق والتدبير. يا سلام. ولذلك ماذا وبخ أهل الشرك؟ فقل أفلا تتقون، أفلا، ووبخهم في آية قال ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا. الله أكبر. فكأنه يدل بالرزق على التوحيد. نعم، يقول الله أن الذي رزقك وخلقك هو حري أن يوحد وأن يمجد وأن لا يشرك به شيئا. الله. قال ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا، فدليل الذي رزقك ومن يستحق العبودية، هو الذي يستحق العبودية. لذلك العلماء جعلوا أبواب الرزق تحت توحيد الربوبية القائد إلى توحيد الألوهية. نعم. وكأنه يقول خلقتك ورزقتك وأطعمتك فإنك لا تعبد إلا الذي خلقك فسواك فعدلك وأعطاك ورزقك. الله أكبر. ثانيا، تجد ارتباط اسم الرزاق بغالب الأسماء الحسنى. لاحظ ارتباطه باللطيف والرحمن الرحيم القوي المتين والحكيم والقوي المتين. لاحظ، أتكلم عن هذه المواضيع الدقيقة. عندما تستشعر أن رزقه عام للكافر والمؤمن ألا تشعر بلطف الله ورحمته؟ صحيح. ماذا قال؟ الله لطيف بعباده يرزق من يشاء. الله ربط مسألة يرزق من يشاء بلطفه جل جلاله، قال الله لطيف بعباده ومن لطفه بعباده، أعطاك مثالا على لطفه، قال يرزق من يشاء. الله أكبر. من مؤمن وكافر وجاهد العزيز. الله أكبر. إذن يرزق من يشاء لأنه لطيف، لأنه لطيف، لأنه لطيف بعباده، رزقه للكافرين والمؤمنين. ولما دعا إبراهيم، لما قال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، ماذا قال الله؟ ومن كفر. الله أكبر. فهمنا الآية؟ الله أكبر.
إبراهيم لمن طلب الرزق؟ لمن آمن بالله واليوم الآخر. فقال الله عز وجل ومن كفر، رزقي لا يحجب حتى عن الكافرين. رزقي الله لا يحجب حتى عن الكافرين. في حديث أبي موسى أظن في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم، والله هذا الحديث يشعرك بالخجل، الخجل والوجل من الله، الخجل من حياء والوجل من خوف. الفرق بين الخجل والوجل، تقول العرب حمرة الخجل وصفرة الوجل، الصفرة تنتج عن الخوف والحمرة عن الخجل، عن الخجل، فقالوا حمرة الخجل وصفرة الوجل. الوجل، فأنت بين حمرة الخجل وصفرة الوجل أمام الله، أمام الله إذا سمعت هذا الحديث. قال عليه الصلاة والسلام ما أحد أصبر من أذى سمعه من الله. يا الله، ما أحد أصبر، أصبر على أذى سمعه من الله. قال يدعون له الولد يعافيهم ويرزقهم. إيش يدعون له الولد؟ يقولون عيسى ابن الله، يشركون به آناء الليل وأطراف النهار، ويعبدون من دونه. وكم من إنسان يعصي الله ويسب الله ويتعدى على حرم الله ويتعدى حدود الله، هو لا يساوي شيئا في هذه الدنيا. والله عز وجل بيده مقاليد الأمور، إذا قال كن كان فيكون، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، قادر على أن يجمد الدماء في عروقهم، ولكنه بر الرحمن الرحيم حليم عليم لطيف بعباده. والله ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله. يدعون له الولد، هنا فسر الإذى، يدعون له الولد يعافيهم ويرزقهم. الله، هذه رسالة عظيمة جدا شيخنا، خصوصا لمن يسب الذات الإلهية، لدائما علسان الشباب يعني عجيب جدا. لا يستحي من الله. اي والله فعلا، أين صفرة الوجل وحمرة الخجل من الله الذي يرزقك ويعافيك ثم تسب، ثم تسب تكفر بالله أناء الليل وأطراف النهار. عجيب ارتباط الرزق في الخبرة والحكمة. الحكمة ما معناها؟ وضع الشيء في موضعه. قال فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. تفاضل الأرزاق بين العباد يدل على حكمة رب العباد. تفاضل، التفاضل في الأرزاق، نعم، جعل هذا غنيا وجعل هذا فقيرا وجعل هذا دون ذلك وجعل هذا بين ذلك، يدل على الحكمة البالغة. لحكمة أرادها الله، أنت لا تعلمها، الله أرادها، أنت لا تعلمها. سر خفي ليس ينكشف، تكلم عنه، سر خفي ليس ينكشف. مع أنه قد فرغ، أنا أقول كما ذكرت لمن أصابه وسواس الرزق، اسمح لي أن أسمي هذا المعنى بوسواس الرزق. الرزق عنده وسواس، الناس عندهم الآن وسواس الموت ووسواس الرزق، هذان الأمران قد تحتما وقد فرغ منهما، الرزق والأجل، الموت. فالرزق مقسوم والأجل محتوم. الله أكبر، هذا معنى دقيق جدا. الرزق يعني هذا اللي من يشعر بالوسواس. نعم، الرزق، الرزق مقسوم والأجل محتوم. قال في الأجل ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. توسوس، تموت الآن، تموت بعد يوم، تموت بعد شهر، فافتها. أصابك هم في وسواس الموت، إذا جاء الأجل فإنه لا يستشيرك. اهتممت أم لم تهتم؟ الموت لا يشاور أحدا. الله، فكرت بالموت، لم تفكر بالموت، لا يشاور أحدا، لا يؤخر ساعة لا يستقدم، لا يستقدمون. وقال في مسألة الرزق في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو صلى الله عليه وسلم، قال إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. 50,000 سنة، تخاف على أرزاقك، وقدرت الأرزاق والآجال قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. يا الله، الله خلق الأرزاق قبل أن يخلق البشر، قبل أن يخلق السماوات والأرض. هذه مسألة قد حسمت وقطع، هي مسألة محسومة، والله النفوس متعلقة، ما صعب، مجزومة. لذلك قال بعضهم لا يجلب، قال ورزق الله لا يجلبه حرص حريص ولا يمنعه كره كاره. فيش حل يعني، وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، بالله تدبر هذا الحديث. نعم، وقل للأحبة المشاهدين تدبروا حتى يحصل لقلوبكم من برد اليقين، برد التسليم. يا رب يا رب، برد التسليم، لأن الوساوس الشكوك تجعل حرارة، فنحتاج إلى برد اليقين. تتعب والله، تتعب النفس حتى.
قالها صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، قال: إن روح القدس نفث في روعي. ما معنى روعي؟ روحي ونفسي. هناك الروع بفتح الراء والروع، الروع بمعنى الخوف، خوف نعم، والروع بمعنى الخلد والنفس والبال والقلب، يتكلم عن مسألة في الداخل اسمها الروع. قال: إن روح القدس وهو جبريل نفث، يعني تكلم بكلمات ألقاها في نفسي، يعني وحي من الله. جمع رسول الله بين أمرين، بين الرزق المقسوم والأجل المحتوم، فقال: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. يا الله، انتهت كل الهموم، انتهى كل هم الناس دائما مما من الموت، من الأجل ومن الرزق، والرزق أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها تستوعب رزقها، تستوعب رزقها. سمعنا عن هذا المغسل الذي غسل الميت ولما جاء يوضئه يدخل الماء في فمه أخرج اللقمة من فمه. هذه اللقمة ليست مقسومة له، خرجت من فمه. صحيح، ليست له. أبو البشر يقول اللقمة بتوقف في الزور حتى يخرجها وهو ميت، وهو ميت لا تنزل، سبحان الله. انتهت المسألة، بل هذه المسألة عند تأسيس الإنسان. يعني صحيح أنها قدرت قبل خلق السماوات والأرض، هذا يسموه التقدير العام. هناك التقدير الخاص يكون من العام. العلماء قسموا أنواع التقديرات، تقدير السنوي والتقدير العمري والتقدير العام. في حديث في الصحيحين قال: إن الله وكل بالرحم ملكا، يا سلام، ينزل عند الرحم. إن الله وكل بالرحم ملكا، وأنا هذا أعتبره من تكريم الإسلام للمرأة، فإنه لا ينزل عند أصلاب الرجال، لا ينزل عند أرحام النساء، لا ينزل عند، لكن نزل عند أرحام النساء. جميلة، لفتة جميلة جدا. قال: إن الله وكل بالرحم ملكا، تدبر المعنى، وكل بالرحم ملكا، فإذا كانت مضغة قال: يا رب مضغة. فإذا أراد الله أن يقضي خلقا، أراد الله أن يستمر يعيش هذا الإنسان، قال: يا رب أذكر أم أنثى؟ وأغلب الناس الآن مصاب، يريد ذكور، يريد شيء، يريد وسواس شيء قدره الله. أذكر أم أنثى؟ يا رب أشقي أم سعيد؟ طبعا الشقاء والسعادة تطلق ابتداء، السعادة يعني يكون من أهل الجنة والشقاء من أهل النار. يا الله، والعياذ بالله، من أين أخذت؟ أما الذين شقوا وأما الذين سعد. هذا موجود في القرآن الكريم، ويدخل بعد ذلك تحتها من الأنواع. قال: أشقي أم سعيد؟ يا رب ما الأجل؟ يا رب ما الرزق؟ قال: فيكتب ذلك في بطن أمه. الله أكبر، يكتب ذلك في بطن أمه، يعني هذا الأمر مفروغ منه، محتوم. هذا أمر بيدي من أمره بين الكاف والنون أو بعد الكاف والنون، إذا قال للشيء كن فيكون، لا يجلبه حرص حريص ولا يضيعه ضعف ضعيف. ما أجمل ما قال الشاعر، وهي أبيات تكتب بالكافور، تكتب بالطيب، تكتب بالعطور. قال الشاعر، وهي كلمات جميلة، قال: كم من قوي في تقلبه، وترى عنه أمر الرزق ينحرف، كم من ضعيف في تصرفه، كأنه من خليج البحر يغترف. هذا دليل على أن الإله له بالخلق سر خفي ليس ينكشف. يا الله، الله، هذا دليل على أن الإله له بالخلق سر خفي ليس ينكشف. الله، لا تسأل كل يوم من هو في شأن. الله، أغنى هذا وأفقر هذا، وجعل هذا دون ذلك، وجعل هذا بين ذلك، سر خفي ليس ينكشف. أنا أقول دائما كما قال بعضهم: فلسفة الرزق تحير البصائر وتحير الأبصار. لاحظ معي، منهم من رزقه في الهواء كالطيار، أو الذي يصلح أعمدة الكهرباء، أو الذي يتسلق، هذا رزقه أين؟ في الهواء. في الهواء. ومنهم من رزقه في أعماق الماء كالغواص
والسباح البحار وغير ذلك. ومنهم من رزقه في أعماق الأرض كالمناجم ومن يشتغل في المجاري وكيف كذا، منهم من رزقه بيده الكاتب العالم والكاتب صحيح العالم والكاتب، منهم من رزقه بلسانه كالمؤذن طبعا والمغني وهو رزق حرام أتكلم عنه في حين كالمغني، ومنهم من رزقه بقدمه كلاعب كرة القدم، ومنهم من رزقه بعينه كالحارس. الله الله، تلاحظ أن فلسفة الرزق قد حيرت البصائر والأبصار. فهي سر خفي ليس ينكشف. يا سلام. طبعا اقتران مسألة الرزق بالقوة، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لماذا ارتبط الرزق بالقوة؟ هذا معنى جميل، تحتاج إلى قوة صحيح، بس هناك معاني أعمق أعمق. يقول بعض العلماء لأنه من آثار قوته التي لا حد لها ومن آثار قدرته التي لا تتناهى أنه رزق جميع الخلق ولا يقدر على هذا إلا الله. أي والله، أنت عندك مجموعة أولاد تقوم عليهم وتتحير فيهم بتعب، فما بالك بجيرانك وأهل بلدك ثم ومن كأهل المنطقة ثم من كان في محافظتك ثم من كان في الدولة ثم من خارج الدولة ثم من كان فوق الأرض وتحت الأرض وفي البحار. يا الله، لذلك لماذا قال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين؟ لأن الرزق أثر من آثار قوته وقدرته. الله. وأيضا من يملك أسباب الرزق له السيطرة الاقتصادية في العالم. ما معنى الاقتصاد؟ الاقتصاد أن تسيطر على أسباب الرزق وتصنع من المحدود اللامحدود. كما مرة. الاقتصاد أن تسيطر على أسباب الرزق، على أسباب الرزق من المعادن والمياه والبترول، هذه أسباب أن تسيطر عليها وتصنع من المحدود، وهي موارد محدودة، أن تطيل هذه الموارد المحدودة إلى أمد طويل. لا محدود جميل، إلى أمد طويل، فهي تحتاج إلى قوة وحكمة وخبرة وعلم. صحيح، وقوة وقوة. فلذلك الرزاق هو القوة المتين، ولهذا تجد الآن الدول الكبرى التي تتحكم بالعالم هي قوية اقتصاديا. صح 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 صح. قالوا الاقتصاد هو رجل الدولة، أنا أقول هو رجل الدولة ورجل الدولة. الدولة التي تملك أسباب الاقتصاد والأرزاق هي دولة قوية. لذلك في حكمة السياسة يقولون احكم الشعوب من أمعائهم. ماذا يقصدون؟ بالقوة الاقتصادية، بالسيطرة المادية. الإنسان ضعيف عند الجوع، الإنسان هو أسير جوعه صريع شبعه. يا الله، ضعيف. لذلك قال الشاعر والجوع يرضي الأسود بالجيف. اي والله، هذا الأسد الرئبال الهزبر الضيغم الضرغام، هذا الأسد المهاب عند الجوع يرضى بالجيف. اي والله، يرضى بالجيف. والجوع يرضي الأسود بالجيف. لماذا؟ لأن الرزق قوة. فقال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه الآية وأمثالها، لكن هذه الآية قالوا هي التي أزالت الشكوك والأمراض من قلوب الصديقين. السلام. يعني إذا كان الرزق بقوة القوي فهو الذي يملك ذلك، فلا تخف، لأن الذي يتكفل لك بالرزق هو القوي المتين. الله أكبر. لذلك قالوا هذه الآية هي التي أزالت الأمراض والشكوك من قلوب الصديقين، وحصل لهم اليقين الكبير، فسكنت نفوسهم واطمأنت قلوبهم فهي في روح وريحان. الله، برد اليقين كمان. هذا برد اليقين. لاحظ في أهل الجنة أو أرزاق أهل الجنة. أكثر الناس يظنون الأرزاق في الدنيا، ويستمر الرزق الذي لا يحد ولا يعد ولا ينقطع حتى في الجنة. حتى في الجنة. قال فروح وريحان وجنة نعيم. اختلفوا في تفسير الريحان. قالوا الروح هي الراحة، قيل الرحمة. اختلفوا في تفسير الريحان معنى دقيق. يقول مجاهد بن جبر المكي من تلاميذ ابن عباس، سعيد بن جبير أيضا من طلاب ابن عباس، قال الريحان هو الرزق. ولهذا تقول العرب خرجت أطلب ريحان الله، أي رزق الله. الله، يا سلام. يعني لفظ الريحان. لماذا؟ لأن إذا حصلت على الرزق شعرت بالراحة الراحة.
وشعرت باتساع النفس وانشراح صدر كما تشتم الريحانة. كما تشتم الريحانة. سلام. عندما يأتيك المال من التعب كأنك تنظر إلى الزهور والجميلة، بل بعض الناس يأتي إلى المال يقبله ويشمه كأنه يشم رائحة العطور والزهور. حتى بعد ما ينتهي الشغل لو طول اليوم في تعب لما يأخذ أجر بقول والله هذا رائجة اللذة راح كل التعب. التعب. فقالوا خرجت أطلب ريحان الله ورزق الله. يا سلام. والرزق يستمر في الجنة. قال كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق. إذا سماه رزق. صحيح. صحيح. كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. جعلوه رزقا كما رزق الدنيا ورزق الآخرة. الله. هذا معنى دقيق جدا. هذا المعنى. لذلك لا تحزن. معي السعي بالأسباب. لا تحزن. قال صلى الله عليه وسلم حسم القضية. ماذا قال؟ لو أن ابن آدم فر من رزقه لتبعه الرزق كما يلحقه الموت. الله أكبر. لو أن ابن آدم فر من رزقه لتبعه الرزق كما يتبعه الموت. يا الله. لذلك ارتباط الرزق بالأجل يكثر كثيرا. ومن هذا الحديث رزق تطلبه ورزق يطلبك. كيف يعني؟ قال علي بن أبي طالب الأرزاق نوع رزق تطلبه تسعى إليه أنت قال ورزق يطلبك إن لم تأته أتاك. الله أكبر. هذا يأتيك إجباري غصب عنك. خلاص مسجل. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. كفار ومؤمنين طائعين وجائر. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا على الجميع ليس ممنوعا ولا محظورا. قال انظر كيف فضلنا بعضهم. الآن حكمة التفاوت في الأرزاق. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولكن انتبهوا وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل. الله. يعني أتبيع جنة عرضها السماوات والأرض بحبة قمح تنتهك أرزاق الناس وتسرق الأموال و برشوة نعم هي أرزاق لكنها حرام. حرام. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل. أفضل من هذا. الله. وهو معنى دغ والله فضلكم والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. وهذا لا يعني أن الغني أفضل من الفقير. لا مستحيل هذا أكيد. لا يعني أن الفقير أقل درجة من الغني. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس مع رجل فمر الرجل قال ماذا تقول في فلان؟ قال يا رسول الله هذا حري إن قال أن يسمع وحري إن خطب أن يعطى. وجه يعني يعني رجل في قوم. فسكت رسول الله. فمر رجل آخر وهو فقير قال ماذا تقولون في فلان؟ قالوا يا رسول الله هذا حري إن تكلم ألا يسمع له، إذا تكلم لا يسمع له، وإذا خطب لا يعطى. فقال صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض من هذا. الله صلوات ربي وسلامه عليه. مقياس الأفضلية عند الله هي التقوى. مقياس الأحسنية هي التقوى. والأفضلية هي التقوى والعمل الصالح. إن أكرمكم عند الله أغناكم بل أتقاكم. بل أتقاكم، لم يقل أغناكم. ما قال أكثركم عشيرة أكثركم عددا ونفيرا وأموالا. قال إن أكرمكم الميزان الأكرمية والأفضلية والأحسنية هي ميزان التقوى والعمل الصالح والأسبقية عند الله. وأنت ربما تكون فقيرا فتصبر وترضى بما قسم الله لك وتكون أفضل عند الله من هذا الغني الفاجر. هذا لا يعني أنك تطلب الفقر وتتلذذ بالفقر. لا أكيد لا. لذلك نتكلم عن حالة موجودة. عن حالة موجودة. أكيد. لذلك قال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. أكيد. يقول العلماء جمع بين الكفر والفقر. وهو في دعاء الصباح والمساء هذا. لماذا يجمع بين الكفر والفقر؟ ربما الفقر يؤدي إلى الكفر. صحيح. وقال اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. يا الله. ومع ذلك يجب أن نسعى حتى لا نكون فقراء. أكيد لازم الإنسان يطلب الغنى. لاحظ أنت ابتدأت بكلام جميل أنها التي حيرت الخواطر والمشاعر لما خص الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالرسالة صلى الله عليه وسلم. كفار قريش أصابهم الحسد. وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. والقريتان هي مكة والطائف. وقصدوا بمكة الوليد بن المغيرة. صحيح. وقصدوا بالطائف عروة بن مسعود الثقفي. هذا جد الحجاج بن يوسف الثقفي. قال لولا أنزل هذا ما نزل القرآن إلا على يتيم أبي طالب على هذا الفقير
على هذا اليتيم انظر المقاييس المادية، نظرة الأحجام والأرقام الدنيوية الدنيئة. آه سبحان الله، ماذا قال الله؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ الله، ما المقصود بالرحمة؟ الرزق، النبوة. النبوة. نعم نعم صحيح، تطلق الرحمة ويراد بها النبوة. النبوة نعم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. بالله نقف عند هذه الآية، هذه الآية فيها أسرار ولطائف وخرائد وفوائد وشوارد. أولا قال نحن قسمنا، فعل ماضي وانتهى، لأنه قدر مقادير الخلائق انتهت، ما قال سنقسم. قبل 50,000 سنة أنا أقول هذه الآية تجتث الحسد من قعر وجذر الإنسان. الله، إن أراد. إذا رأيت سيارة فارهة أو قصرا شامخا أو نعمة أحدثها الله على عبد من عباده، قل نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. الله، ما معنى قسمنا؟ كل مقسوم انتهى، أمر حدث انتهى، قسمنا فعل ماضي. نعم، كما قلنا قبل 50,000 سنة انتهى. هذه الآية تجتث الحسد من قعر النفس. الله، من قاع النفس، من جذر النفس. نحن قسمنا بينهم معيشتهم الأرزاق الحسية الدنيا في الحياة الدنيا. ماذا أراد الله؟ ماذا يقصد من هذا الكلام؟ يقول إذا لم نجعل بيدهم الأدون وهي رزق الأشباح، أنجعل بيدهم رزق الأرواح وهي النبوة؟ يا الله يا الله، يعني أهم يقسمون رحمة ربك؟ إذا كنا قد قسمنا بينهم معيشة الدنيا، فما بالكم بعيشة الآخرة وجفال الآخرة وروحانية النبوة؟ إذا لم نجعل لهم الأدون، يا سلام، وهي رزق الأشباح والطعام والشراب، لم نجعله في أيديهم، أنجعل بأيديهم تقسيم الرحمة وهي النبوة والدين؟ لو أنزل هذا القرآن على رجل من القاتلين العظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ الله. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. هذا جعلناه مملوك، هذا جعلناه من الملوك، هذا جعلناه غنيا فقيرا، من الموالي، من الضعفاء، من الخدماء، من لأمر أراده الله. ماذا قال؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، بالضم. شو يعني سخريا؟ يسخر البعض للبعض من أجل أن تقوم الحياة، لأن التفاوت في الحياة، التضاد أصله التكامل. لاحظ، لا تظن أن الليل هو ضد النهار. الليل جاء ليساعد النهار على مهمته، فإنك تنام بالليل لقوة النهار. يا سلام، تضاد للتكامل. بعض الناس يظن مثلا أن ضد مسألة المرأة والرجل أنها تضاد، المرأة مكملة للرجل والرجل مكمل للمرأة. يا سلام، لولا هذا التضاد ما قامت الدنيا. نعم، الليل مكمل، نعم، للنهار، والنهار مكمل لليل. الكريم ساعده على صفة الكرم هو البخيل، لولا وجود البخيل ما كان الكريم كريما. صحيح، كنا نعرف البخيل. صحيح، كيف عرفنا الكريم إلا بوجود البخيل؟ صحيح، هذا التكامل. لذا قال لا نقص في الكون بل هو طريق للكمال. يا سلام، قالوا فهذه ظاهرها التضاد ولكنها، يا سلام، متكاملة وتكامل في التكامل، يعني أنت تعلم الصفات المذمومة من المحمودة. نعم، والعكس صحيح. فهذا المعنى الدقيق إلى مسألة أن الله عز وجل قال يتخذ بعضهم سخريا. تسمع كلمة السخرة؟ السخرة، آه نعم، يعني سخر الفقير. أضرب لذلك مثال، سخر الفقير للغني، فالفقير يأخذ مال الغني والغني يأخذ جهد الفقير. الله، الغني استفاد من الفقير، استفاد من بدنه، والفقير استفاد من الغني من ماله. فهذا استفاد من بدنه وهذا استفاد من ماله، سخرية. ولذلك لو جعل الخلق على ميزان واحد تعطلت الحياة. يا سلام، لذلك هناك مثل كنت أسمعه من جداتنا يقول لو كان فلان أمير وهذا أمير، من يسوق الحمير؟ صحيح. إيش يقصدون بهذا؟ يسوقون الماء، يبيعون الماء. نعم صحيح، يعني لو كل البشر أطباء، من هذا الذي يبني لك العمارات؟ صحيح. من هذا الذي ينظف الشوارع للناس؟ كل يأنف، يقول أنا طبيب، أنا دكتور، أنا كذا. لو كان كل البشر كلهم مهندسون، من الذي يقوم بهذه الحياة؟ صحيح، ذكرتني بأيام البورصة. الناس كلها تعطلت، تركوا المصالح، شبه تساوت فتعطلت المصالح. الله، صحيح صحيح، فعلا تحس المصالح والكل شيء تعطل. وبعض العلماء قال سخرية، يسخر بعضهم من بعض من أجل الفتنة، فإن الله قد فتن الفقير بالغني وفتن الغني بالفقير. يا الله، الغني يستحقر الفقير، فهذه فتنة له.
والفقير يحسد الغني فهذه فتنة له. يا الله، قالوا سخريا تكبر، هنا حسد، هنا حسد. قال يسخر بعضهم من بعض. سبحان الله. ماذا قال الله عز وجل في نهايتها؟ ورحمة ربك خير مما يجمعون. رحمة ربك، النبوة والعلم والدين خير مما يجمعون من حطام الدنيا الفانية. يا الله، خير من حطام الدنيا الفانية. هذا هذا معنى الرزاق، هذا معنى قاسم الأرزاق. سبحان الله. لاحظ من أسماء الله المقيت، هذا غريب على الناس، هذا مذكور مرة واحدة في القرآن الكريم. المقيت، المقيت اسم من أسماء الله. قال الله في سورة النساء: ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. قالوا ما معنى المقيت؟ مقيت، اختلفت كلمة العلماء. اسم من أسماء الله، اسم من أسماء الله المقيت. قال بعض العلماء المقيت بمعنى الحافظ، الحفيظ الذي يحفظ عباده طبعا، ومن حفظه لعباده أن قدر لهم الأقوات. قال مقيت من القوت، الأقوات الطعام. قال ويحفظهم بماذا؟ يحفظهم بأن قدر لهم الأقوات والأرزاق، والأرزاق والطعام، فهو يطعم ولا يطعم، ولا يطعم. وقيل المقيت بمعنى القادر والقدير، وأيضا الرزق يحتاج إلى قوة، قدرة وقوة، إذا رجعت إلى القوت. يقول الزبير بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: وذي ضغن كففت النفس عنه، وكنت على مساءته مقيتا، أي قادرا على دفع مساءته. الله. يعني المقيت هنا شاهد يأتي بمعنى القادر، القادر. وذي ضغن، هذا الحاقد، كنت قادرا على دفعه. أيوه. قال: وذي ضغن كففت النفس عنه، وكنت على مساءته مقيتا. فقالوا قاته يقيته قوتا، أي أطعمه القوت. جاءت المقيت، أطعمه القوت. اللهم اجعل رزق آل محمد، رزق آل محمد قوتا، طعاما قليلا كفافا. وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. طبعا هنا الفرق بين الرزاق والمقيت. شيخنا دقيقة معنا. نعم نعم، أن الرزق يكون في القوت وفي غير القوت، ولكن المقيت أخص من الرزق، يرتبط بالقوت. أها. إذا عرفنا الفرق بين الرزاق والمقيت. المقيت يختص بالأقوات، بالطعام. والرزاق يختص بالطعام وبغير الطعام. فلذلك ماذا قال؟ كان الله على كل شيء، مقيتا، أي يكون في مسألة الأقوات، في مسألة الأقوات والطعام. وقدر فيها أقواتها، الله لما خلق الأرض قدر فيها أقواتها في أربعة أيام. وضع الله في قشرة الأرض، في باطن الأرض وفوق الأرض، أقوات تكفي العباد إلى يوم القيامة. أنت ربما الآن سألت سؤال: لماذا تحصل المجاعات في الكرة الأرضية؟ قال: تحصل المجاعات بسبب ظلم وجشع الإنسان، لأنه أكل رزقه ورزق غيره فحصلت المجاعات. ولو وزعت الأرزاق بالتساوي ما شكل الفقر أحد. الله أكبر، هذه نقطة مهمة لابد أن نقف عندها في الحلقة القادمة. نعم. يعني صحيح فعلا، لماذا تحصل المجاعات؟ لماذا الفقير؟ لماذا قدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين؟ يعني كل واحد في هذه الأرض له رزقه مقدر، ولكن لماذا يحدث الفقر؟ هذا لا يمكن. سواء للسائلين، أي كفافا مساوية لكل سائل. أها. سواء للسائلين، هذا السؤال خطير لابد له من إجابة كبيرة. لماذا تحصل المجاعات؟ صحيح، والجوع والفقر. بارك الله فيك شيخنا، بإذن الله نبدأ به في الحلقة القادمة. أشكرك شكرا جزيلا، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين. كونوا معنا في الحلقة القادمة، فهذه والله حلقات صحيح، يعني لها تزرع في القلب برد اليقين كما قال الشيخ. فالشكر لكم موصول، ونلقاكم بإذن الله في الحلقة القادمة. لكم من أنا محمد العودي ومن شيخنا ومن فريق البرنامج أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.